انا يا ستي من يومين رحت اشتريت بضايه، كانت نفسي رايحه للبيض، وانت عارفه ساعات الواحد بيضعف وما بيقدرش يقاوم. اشتريت البضايه ب 3 جنيه وربع. قبل ما افقش البضايه في طاسه الاليه سمعت في التلفزيون ان البيض تمنه غالي، البضايه الواحده بقت ب 3 جنيه ونص. حمدت ربنا ان المعلومه دي وصلتني في الوقت المناسب وقبل ما افقش البضايه في طاسه الاليه. رحت لبتاع البيض رجعتها واخدت فلوسي وعليها الربع جنيه زياده. مش بقولك الناس بقت بتاكل في بعضيها؟ وحتى يا ستي لو انت وافقتي تيجي تعيشي معايا في الخن اللي انا مستخبي فيه ده، كده برضو تبقى المشكله ما اتحلتش، لان الجواز مش مطرح وبس. هو صحيح الخن مفروش ومتجهز من كافه شيء، مش ناقصه غير يا دوب التلاجه والغساله والبوتاجاز وشويه دجف والمونيا وسجاد، شويه كماليات يعني ممكن الاستغناء عنها، لكن الجواز له مصاريف تانية وبلاوي زرقاء.